أما بعد، فألتقي بكم في عصر يوم السبت في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة في اليوم 12 من شهر رجب من عام 1433، لشرح رسالة شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله. وقبل أن نبدأ بالشرح أقدم مقدمات. وقبل أن نبدأ بالشرح أقدم مقدمات. المقدمة الأولى: هذا الكتاب اسمه شرح السنة، والشرح معناه البيان، معناه البيان، فهو كأنه يقول هذا كتاب بيان السنة. والسنة معناها في اللغة الطريقة، وتطلق في الشرع وعند السلف الصالح بإطلاقات. الإطلاق الأول: السنة بمعنى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم العامة التي كان عليها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن طريقتي وهدي فليس مني. والسنة بهذا المعنى تشمل كل أمور الدين، السنة بهذا المعنى تشمل كل أمور الدين، ومن جهة الأحكام تشمل الواجب والمستحب وما طلب تركه على سبيل الإلزام وهو المحرم، وما طلب تركه لا على سبيل الإلزام وهو المكروه. الإطلاق الثاني: السنة بمعنى العقيدة، بمعنى العقيدة، والأمر الذي لابد أن يعتقده الإنسان. وقد جاء إطلاق السنة بهذا المعنى في كلام علماء السلف رضوان الله عليهم، ومنه كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وغيرها من الكتب التي لقبت بكتب السنة. وتطلق إطلاق ثالث كلمة السنة فيما يقابل البدعة، السنة فيما يقابل البدعة، وهذا إطلاق ثالث يجري عليه أهل العلم، إطلاق ثالث يجري عليه أهل العلم، فإنهم يطلقون كلمة السنة ويريدون بها ما يقابل كلمة البدعة. وما أورده الإمام أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني في هذا الكتاب هو من باب الإطلاق الثالث والإطلاق الثاني، فهو يبين في هذا الكتاب الأمور التي يلزم اعتقادها، ويبين أيضا في هذا الكتاب من السنن ما يقابل البدع في باب الاعتقاد، من السنن ما يقابل البدع في باب الاعتقاد. فكأن مراده بقوله
شرح السنة أي بيان الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة والتحذير من خلافه أو التحذير من أهل البدع الذين يخالفون في هذه الأمور.